بعض ملامح الريف المصري. المزارع يذهب إلى الحقل بالموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك. صباح الفل يا حاج، صباح الهنا. المزارعون يتجهون إلى حقولهم بعربات الكارو التي يجرها الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية حصاد التربية، احنا بنسميها التربية ولا الزريعة، اسمها ايه يا حاج؟ الزريعة. الزريعة لان احنا ما بنسيبها بيبقى اسمها تربية الزريعة. التاريخ 6 يونيو 2020. نودع المحاصيل الشتوية. هذه هي الزريعة، والزريعة هي ترك نباتات البرسيم كما نطلق عليها التربية لإنتاج البذرة. عندنا البرسيم المصري، في منه مسقاوي وخضر. هذا هو المجموع الجذري لنبات البرسيم، هو مجموع جذر وتدي، وهذه هي الخلفات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا حاج، انت بالصحة والسلام. هو ده سيادتك اسمه السيف؟ يبقى على فكرة طول عمرنا، وكان قبلها الضلع، وكان المحشة. المحشة والضلع. ايوه سيادتك. يعني الوقت استخدام الآلة جميل. يعني احنا الوقت اما هتجيب جرار ياخد له 250 جنيه، طب ما انا بعملها في ساعتين زمن. لا لسه نازل فيها 10 دقايق. بفضل الله، بفضل الله. الحمد لله. بفضل الله. وعلى فكرة لا في أنباعة واقعة ولا حاجة. لا. الجرار بيهلك. بيهلك. فيا رب يعزك. اتفضل. 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 يبقى ما زلنا نتابع ضم الزريعة بالسيف. والزريعة هذه ان شاء الله بعد ضمها يتم الدراس فصل البذور. هذه البذور احنا مش بنزرع في شهر 9 أو 10 يا حاج، ان شاء الله البرسيم. يتم زراعة المحصول الجديد البرسيم كمحصول علف شتوي في شهر سبتمبر أو أكتوبر، اللي هو 9 أو 10. الإعداد عليك خضراء. مين يعيد دورة الحياة؟ هذه هي البذرة أو التقاوي. نعم يا فندم، ربنا يعز سيادتك، ربنا يعز. هذه القنابة أو هي النور أو هي خضراء، كانت نورة. يتم التلقيح والإخصاب وتتكون البذور، وتسمى الآن القنابع لأن توجد بداخلها البذور.
ما زلنا نتابع قيام المزارع بحصاد الزريعة أو التربية لإنتاج بذور البرسيم. الآلة المستخدمة هي السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حصاد البرسيم أو الزريعة، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا، وشكراً.